بجدد الترحيب بحضراتكم. ضيفنا النهارده اللي مشرفني ومنورني الاستاذ ادهم الشرقاوي الناقد الرياضي. استاذ ادهم، برحب بيك في قناه الزمالك، ويمكن باع كبير جدا في الدوري السعودي، 10 سنين كاملين بتغطي فيهم الدوري السعودي. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه الزمالك. كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في الفتره المقبله بعد الانتخابات ان شاء الله يوم الجمعه القادم، ثم لقاء سموحه يوم السبت، ثم المعترك الافريقي في الكونفدراليه الافريقيه، وان شاء الله يعود الزمالك كما كان دائما في منصات التتويج ان شاء الله. ولكن البدايه هتكون من عند منتخبنا الوطني. شفنا مباراه كبيره جدا امام منتخب الجزائر، ونقطه التحول بعد حاله الطرد وملحمه من لاعيبه منتخب مصر. المشروع الفني المصري يعني نجح بامتياز في الفترة الماضية، خاصة روي فيتوريا كان ليه تجربة مميزة جدا مع نادي النصر السعودي عندما توج بالدوري السعودي للمحترفين في 2019، قبلها إنجازات متعددة مع نادي بنفيكا هناك في البرتغال. الأرقام تتحدث على فيتوريا، 11 مباراة، 9 انتصارات، خسارة ودية وحيدة أمام المنتخب التونسي، ثم تعادل بالأمس أمام المنتخب الجزائري. أعتقد أن السيد فيتوريا وصل بالأمس إلى التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها غمار منافسات كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل هناك في كوديفوار. أعتقد أن اللعب بطريقة 4-4-2 وتحرير محمد صلاح كلاعب كرأس حربة تاني بجوار مصطفى محمد جعل محمد صلاح أكثر إنتاج واكثر حضور في المواقف الهجوميه بتواجد احمد سيد زيزو على الجهه اليمنى ومحمود تريزيجيه على الجهه اليسرى. اعتقد ممكن سيكون هناك تغيير واحد في تشكيله المنتخب المصري بعوده احمد فتوح على الجهه اليسرى مكان محمد حمدي خلال منافسات البطوله. مواجهتين مهمتين جدا، سواء امام المنتخب الزامبي القوي خاصه تواجد فاشون ساكالا احد هدافي الدوري السعودي مع نادي الفيحاء صاحب الاربع اهداف، وكذلك الاسماء المميزه جدا في المنتخب الجزائري واللي قادهم طبعا رياض محرز. تغييرات اسوريو حتى في مراكز اللعيبه، شايف ان هي فرقت مع المنتخب بشكل كبير، حديثا بالنني اللي دايما بيلعب 8 ولكن روي فيتوريا استعان بيه كرقم 6، وشفنا بوكس تو بوكس مستر فيتوريو فيتوريا زي ما الكتاب بيقول بوكس تو بوكس، الراجل ما فيش كوره بتطلع من رجله غلط، عمل مستوى رائع بعد الاصابه. والمركز الجديد لمحمد صلاح جنب مصطفى محمد، ايضا عوده او وجود زيزو في مركز الجناح الايمن، شايف كل دي حاجات كانت من مقومات النجاح وقدر ان هو يجد ضالته في بعض المراكز. طريقة فيتوريا دائما حتى كانت مع نادي النصر السعودي الاعتماد على طريقة 4-3-3 باستمرار، ونجح فيها في الفوز بالدوري. هو حاول يغير طريقة اللعب لسد خاصة أجنحة المنتخب الجزائري اللي بيتميز بها بتواجد خاصة رياض محرز في الجانب الأيمن للمنتخب الجزائري والدخول بقدمه اليسرى، وبالتالي هو غير طريقة اللعب. وأيضا يعني كان المناخ بالأمس مناسب جدا لهذا اللقاء، اللعب أمام منتخب كبير، اللعب أمام منتخب مصنف، حضور جماهيري كبير، واللعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 26 من الشوط الأول، فهو كان ظرف قهري. ولكن المنتخب المصري قدم أداء جيد على مدار شوطين. بعض الزعل كان من الجمهور المصري على المنتخب وأداءه أمام المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة، لكن أعتقد أن التجمع اللي تواجد هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة والامتياز اللي قدمه المنتخب المصري في اللقاءين الأخيرين أعتقد طمن كثيرا الجماهير المصرية أن المنتخب المصري قادر بإذن الله للوصول لأبعد نقطة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وأيضا بعدها تصفيات كأس العالم. محمد النني قدم أداء مميز جدا في منطقة وسط الملعب بجوار حمدي فتحي، حمدي فتحي أصبح له أدوار هجومية مميزة في الفترة الأخيرة، شاهدناه يسجل أمام زامبيا، وشاهدناه بالأمس يسجل أيضا، واستغلال رائع لميستو في ضربات الرأس. أيضا في وسط الملعب هناك حلول مميزة جدا من زيزو، أفضل لاعب مصري في السنوات الأخيرة، صاحب 90 مساهمة مع نادي الزمالك في آخر 140 مباراة لعبها مع النادي، وأيضا التميز الكبير لتريزيجيه وأيضا عمر مرموش. إذا الحلول الهجومية للمنتخب المصري أصبحت متنوعة جدا. مصطفى محمد أيضا تواجده في الدوري الفرنسي والخبرات اللي حصل عليها أيضا في الدوري التركي، كل ده مميزات مميزة جدا للمنتخب المصري. العيب الوحيد في المنتخب المصري هي أزمة قلب الدفاع، غياب أحمد حجازي للرباط الصليبي وابتعاده الفترة القادمة، وغياب أيضا محمود حمدي الونش، وربما الثنائي لن يلحق بكأس الأمم الإفريقية، وبالتالي هو بيغير في هذا المكان كثيرا. شاهدنا ياسر إبراهيم، شاهدنا محمد عبد المنعم، ومن قبلهم شاهدنا قوة ضربة في الحقيقة بالفعل. عايز أعرف بقى منك
ازاي بتتناول وسائل الاعلام او الصحف السعوديه اخبار منتخبنا ونادي الزمالك طبعا بالاخص؟ طبعا يعني الصحافه السعوديه والصحافه المصريه هناك ارتباط كبير جدا بتناول اخبار نادي الزمالك. الزمالك ايضا من الانديه اللي بتمتلك شعبيه كبيره في دول الخليج. صحيح. العربي نجوم كتير من الزمالك احترفوا وتواجدوا في الدوري السعودي ودربوا. بالفعل أشرف قاسم كان بدأ في التسعينات مع نادي الهلال وقدم أداء كبير جدا لا ينسى جمهور الهلال حتى الآن. طبعا النقطة الأبرز في اللاعبين المصريين هو محمد عبد الشافي الذي توج بالثلاثية التاريخية مع أهلي جدة في 2016 مع المدرب كريستيان جروس، وعدد كبير أيضا من الأسماء المصرية. بيقولوا إيه بقى عن اللعيبة بتاعتنا الزملكاوية في الدوري السعودي زي عبد الشافي مثلا وكابتن أشرف قاسم؟ طبعا عبد الشافي أثر تأثير كبير جدا على رؤية وشعبية اللاعب المصري في الكرة السعودية، خاصة الإنجازات اللي حققها مع أهل جدة في السنوات الأخيرة، وأيضا يعني الأخلاق الكبيرة اللي بيتمتع بها اللاعب وحب اللاعبين ليه. أعتقد محمد عبد الشافي كان مثال مؤثر جدا في المشهد الرياضي السعودي والمصري، وكان خير سفير للكرة المصرية في السنوات الأخيرة. اللاعب المصري غاب بشكل كبير عن الدوري السعودي بعد الأسماء الكبيرة اللي تواجد فيه في الفترة الأخيرة، ربما محمد شريف فقط هو الصفقة المصرية الوحيدة المتواجد مع نادي الخليج. أحمد مصطفى أيضا أحد اللاعبين اللي كان لعبه في سموحة كان ليه تواجد أيضا في الدوري السعودي في الفترة الأخيرة مع نادي الأخدود، لكن اللاعب المصري غاب. وإن كان زيزو كان قريب في فترة من الفترات، طبعا نادي الشباب السعودي قدم عرض لنادي الزمالك في بداية الموسم ونادي الزمالك رفض العرض. إن شاء الله زيزو مكمل معانا. ابعد عن زيزو الله يبارك لك. مهم زيزو جدا في تواجده في نادي الزمالك، خاصة انه صحيح. افضل لاعب مصري على مستوى الصناعة على مستوى التسجيل على مستوى الحضور. ان شاء الله يقود الزمالك في المرحلة القادمة لمزيد من الانجازات. كيف تتناول وسائل الاعلام السعوديه تالق طارق حامد في الفترات الاخيره؟ طبعا طارق حامد حقق انجاز كبير جدا جدا وهو الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي، دوري روشا للمحترفين، وايضا كاس السوبر السعودي. لكن ازمه طارق حامد ان عندما جاء صندوق الاستثمارات العامه في السعوديه استحوذ على الانديه الاربعه الكبار، تعاقد نادي الاتحاد مع نجولو كانتي وايضا فابيانو قادما من ليفربول، فاصبح هذا المكان موجود فيه اثنين من لاعبي نغبة ايه في العالم. لكن نادي ضمك نجح في التعاقد مع طارق حامد. طارق حامد يؤدي اداء كبير جدا جدا مع نادي ضمك في الفترة الاخيرة، وهناك ثقة كبيرة في امكانياته ويلعب دائما بشكل اساسي. وطارق حامد صنع الانجاز مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي، وهو كان احد النجوم اللي تأهلوا مع نادي الاتحاد لكأس العالم للاندية في شهر ديسمبر المقبل في السعودية. اعلم تماما ان هناك قاعدة جماهيرية كبيرة زملكاوية موجودة في السعودية، فحضرتك تكلمني بقى كده أجواء مباراة نادي الزمالك إزاي بيتم التعامل معاها، متابعة المباريات لنادي الزمالك في السعودية بتكون عاملة إزاي؟ شاهدنا ذلك في كأس العالم لكرة اليد للأندية منذ موسمين وحضور رابطة الزمالك في جدة وفي كل مختلف مناطق المملكة، كذلك أيضا في بطولة العربية الأخيرة هناك في الطائف. الزمالك أيضا أدى أداء جيد في هذه البطولة، حصد 4 نقاط لولا الدقائق الأخيرة أمام رأس رونالدو لتأهل الزمالك في بطولة $5 مليون. جمهور الزمالك حاضر بقوة في السعودية وخاصة أيضا في الدول العربية في قطر في الإمارات. شاهدنا جمهور الزمالك روابط تشجيع للزمالك سواء في العاصمة الرياض أو حتى في مدينة جدة، حضور مميز جدا للزملكاوية في كل مكان. صحيح. إزاي بتشوف أداء مستر أوسوريو مع نادي الزمالك؟ والله مستر أوسوريو حير الجميع في الأونة الأخيرة. مستر أوسوريو يقدم أداء جيد في البطولة العربية، لكن على مستوى الدوري أول حاجة عدم الثبات على تشكيل، ده كانت أزمة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنادي الزمالك. أعتقد أنه منعرج الحاسم في أداء نادي الزمالك هذا الموسم هو مباراة ألترا سرار والعودة بالرباعية. الزمالك على المستوى الهجومي يقدم أداء جيد جدا بتسجيل أهداف متعددة في المباريات الأخيرة، ولكن على المستوى الدفاعي الزمالك يعاني. لقاء البنك الأهلي أثبت ان هناك ازمه دفاعيه كبيره. رايك في جون شيكابالا في البنك الاهلي؟ شيكابالا دائما يصنع الحلول في 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 كل الاوقات وحل ذهبي للزمالك. بمناسبه شيكابالا، طب عايز اعرف منك بقى ازاي الناس اتكلمت في السعوديه ان كريستيانو رونالدو هو يمكن واحد من اكثر اللاعبين تاثيرا او اكثر اللاعبين اهميه في العالم. رونالدو هو افضل هداف في تاريخ كره القدم بعد ان وصل الى 856 هدف، بيروح
خمسة ستة ياردة كده عشان يقلع التيشيرت ويديه لشيكابالا. طبعا الموضوع ده ازاي تم تناوله في السعودية؟ طبعا تناوله ان شيكابالا كان لاعبا في نادي سبورتنج لشبونة اللي بدأ من خلاله كريستيانو رونالدو مسيرته الاحترافية، وبالتالي يعرف شيكابالا جيدا من خلال ان شيكابالا احترف في هذا النادي. وطبعا لقطة رائعة لشيكابالا ومترجم فريق النصر بعد اللقاء الإعلامي في لقاء الزمالك والنصر، ولقطة مميزة جدا من النجم الكبير. طبعا رونالدو كان هو أساس المشروع السعودي على المستوى الفني وعلى المستوى التسويقي وعلى مستوى جلب النجوم الكبار. ضربة البداية زي ما بنقول. بالفعل المشروع السعودي بدأ في يناير الماضي بجلب رونالدو. رونالدو منذ مجيئه إلى نادي النصر في 35 مباراة سجل 31 هدف وقدم 8 أهداف لزملائه، أي أنه ساهم في 39 هدف. ليس هذا فقط، رونالدو حقق كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال اللي شاهدنا لقطات شيكابالا ورونالدو فيها. هو هداف الدوري السعودي لغايه دلوقتي برصيد 10 أهداف وقدم 5 أهداف لزملائه. اذا رونالدو على المستوى الفني يقدم اداء كبير جدا. على المستوى التسويقي كان هو ضربه البدايه في ارتكاز المشروع السعودي بتواجد رونالدو. الدوري السعودي دلوقتي موجود في التوب 10 او في قائمه اكثر 10 انديه من حيث القيمه التسويقيه في وقت قياسي جدا، بتشوف ده ازاي؟ بالفعل السعودية طبعا تعاقدت في الصيف الماضي مع 201 لاعب ل 18 نادي. صرفت السعودية 1.26 مليار دولار كتاني أكثر أو الفرق أو بعد الدوري الإنجليزي. بالفعل بعد الدوري الإنجليزي الممتاز اللي صرف 1.98 مليار دولار أي 2 مليار دولار في الصيف الماضي، ولكن الدوري الإنجليزي صرف على 449 لاعب على عكس السعودية على 201 لاعب فقط. طبعا المشروع السعودي فتح باب كبير جدا جدا أن السعودية واحدة من أفضل 10 دوريات في العالم، جذب المستثمرين للعمل في الرياضة، ارتفاع القيمة السوقية وبالتالي التجارية للدوري، خلق جيل جديد من الشباب السعوديين للمنافسة في مختلف البطولات بعد الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين في الفترة الأخيرة. تتويج كريم بنزيما بالبالون دور وبعد كده شايفين بنزيما في الطيارة بيروح السعودية، حديث العالم كله بيتكلم عنه. بالفعل بالفعل من هذا الامر. طبعا كريم بنزيما اسماء كبيره، حتى نقوله كانتي، حتى بروزوفيتش الذي يقدم اداء كبير، ساديو ماني من ليفربول الى بايرن ميونخ الى نادي النصر السعودي، تاليسكا، كل هذه الاسماء الكبيره اصبحت موجوده في الدوري السعودي. والحقيقه الدوري السعودي اصبح ممتع على مستوى المشاهده وعلى المستوى المتابعه، 37 قناه عالميه صحيح تذيع الدوري السعودي، وده دليل على الجودة وعلى ارتفاع القيمة السوقية والتجارية للبطولة السعودية. الطفرة اللي شفناها في الكرة السعودية دي كان ليها بوادر، يعني انتوا كنتوا عارفين ان السعودية ماشية على بلان او خطة ان هي عايزة تعمل هذه التجربة؟ بالفعل كان هناك رسم بياني في السعودية للتواجد من 2018 من فترة تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة، ثم تحولت إلى وزارة الرياضة. هناك رؤية للمملكة، رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية تعتمد بشكل كبير أيضا على التطور الكبير في المنصات الرياضية. السعودية نجحت بامتياز في الفترة الماضية من 2018 لغاية 2023 في استضافة الفعاليات والأحداث الكبرى، سواء السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل مرتين، رالي داكار، فورميلا إي، فورميلا 1. وأيضا السعودية أصبحت طبعا هي رسميا اللي هتنظم كأس أمم آسيا 2027، ثم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 29، 34 بقى الصيفية إن شاء الله، وقد تكون كأس العالم 2034. طيب عايز اعرف دلوقتي ابرز الصفقات، نذكر انفسنا كده ونذكر الساده المشاهدين بالصفقات الجديده في الكره السعوديه من لاعبي النخبه ايه؟ طبعا لو شاهدنا نادي الهلال من حراسه المرمى ياسين بونو رابع العالم مع المنتخب المغربي. طبعا ابرز صفقات الدوري السعودي المهاجم البرازيلي نيمار قادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، مهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش سجل 6 أهداف هذا الموسم مع نادي الهلال من فولهام الانجليزي، لاعب الوسط سيرجي سافيتش واحد من اهم اللاعبين سيرجي سافيتش من لاتسيو الايطالي، طبعا روبن نيفيز
كان لاعب مهم جدا ب 45 مليون يورو من ولفرهامبتون الانجليزي، مالكوم نجم زينت سان بطرسبرغ السابق الجناح البرازيلي، وايضا الحارس المغربي ياسين بونو مع نادي الهلال رابع على العالم مع اسود الاطلس المنتخب المغربي، وقلب الدفاع الدولي السنغالي خليدو كولوبالي قادمه من خليدو كولوبالي. بعد كده عندك النصر بقى، عندك ماني في النصر صح بالفعل. وعندك ساديو ماني ومارسيلو من الانتر، وقلب الدفاع الاسباني امريك لابورت من مانشستر سيتي، وفي فوفانا طبعا نجم لانس الفرنسي، اليكس تليس قادم ظهير ايسر نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، والجناح البرتغالي اوتافيو افضل لاعب كره قدم في البرتغال في الموسم الماضي. صحيح. خش بقى على الاهلي، الاهلي السعودي. الاهلي طبعا الجناح الجزائري رياض محرز لعب امام مصر بالامس من مانشستر سيتي الانجليزي بعد التتويج بدوري ابطال اوروبا، مهاجم البرازيلي الكبير روبرتو فيرمينيو ليه تجربه طبعا مع محمد صلاح الثلاثيه التاريخيه ليفربول ماني وصلاح بالفعل. ادوارد مندي وان كان لم يقدم ما يشفع له حتى الان مع الاهلي جده السعودي، الجناح الفرنسي القادم من نيوكاسل الان سان ماكسيمان، وقلب الدفاع البرازيلي روجل ايبينيز، لاعب الوسط العاجي فرانكي سي، لاعب الوسط الدفاعي الاسباني كنا بنتكلم عنه فرانك ده بيلعب في برشلونه، كان بيلعب في برشلونه بالفعل فرانك سي برشلونه، ومن قبلها كان ايضا مع نادي الميلان قدم اداء كبير، وقلب الدفاع التركي مرياح ديميلار واحد من نروح على الاتفاق بقى. الاتفاق كان مفاجاه من مفاجات هذا الموسم، اهم صفقه في الاتفاق هو المدرب جيرارد صنع اسطوره ليفربول طبعا واولاده على فكره ليفربول دايما بيبقوا عايزين يتصوروا مع صلاح وعايزين يكونوا موجودين مع صلاح، حتى جيرارد بيقول له انت شعبيتك مع ولادي طغت على شعبيتي معاهم، يعني انا دلوقتي ولادي بيشجعوك اكتر ما كانوا بيشجعوني وانا بلعب. بالفعل لان صلاح اصبح الهداف التاريخي لليفربول في كل المنافسات. طبعا استقدام جيرارد جاء بنجوم ليفربول السابقين، سواء جوردن هندرسون نجم ليفربول الانجليزي، موسى ديمبلي صاحب 7 اهداف هذا الموسم وتاني هداف الدوري قادما من ليون الفرنسي وله تجارب احترافيه كبيره جدا، فيلاندوم لاعب ليفربول السابق ولاعب باريس سان جيرمان ايضا السابق، المدافع الاسكتلندي جاك هندري من بروج البلجيكي، ولاعب الوسط الجامايكي ديمراي من ايفرتون الانجليزي. نخش على الشباب وابها بقى. الشباب وابها، الشباب طبعا الصفقه الاهم كانت يانيك كاراسكو نجم اتلتيكو مدريد الاسباني، المهاجم السنغالي حبيب ديالو سجل الموسم الماضي 20 هدف في الدوري الفرنسي، ولكن هذا الموسم سجل هدف وحيد مع نادي الشباب لم يتألق تماما رغم أن قيمة السوقية تتعدى 15 مليون يورو، قلب الدفاع المغربي رومان سايس قادما من إعارة من نادي السد القطري، أبهى تعاقدت أهم اللاعبين كان هو إيكامبي طبعا قادما من ليون الفرنسي، وده قاد منتخب الكاميرون في كأس العالم الأخير. طيب عايز أعرف بقى منك، شايف مين أبرز الصفقات اللي نجحت او قدرت ان هي تقدم المردود اللي كانوا مستنينه منها في السعوديه؟ طبعا رونالدو نجاح منقطع النظير ب 31 هدف في الاونه الاخيره، اعتقد ان بروزوفيتش نجم الصربي القادم من انتر ميلان لاعب وسط. انا بس عايز اقف عند رونالدو في حته معينه، ان واضح جدا ان رونالدو تاثر بالثقافه السعوديه بشكل كبير، من ناحيه الكلام، من ناحيه تحيه الجمهور، من تحيه الاحتفالات، من ناحيه الزي بقى يلبس الزي السعودي، ففي الحقيقه الثقافه السعوديه اثرت في رونالدو بشكل كبير. بشكل كبير جدا، حتى اسره رونالدو اصبحت مرتاحه للبقاء في مدينه الرياض، لذلك المشروع السعودي ارتكز على رونالدو وقيمته داخل الملعب وايضا خارج الملعب من خلال القيمه السوقيه، جميع فرق الدوري وجميع مشجعو الدوري يشجعون رونالدو، رغم مثلا يعني التنافس الشديد بين النصر والهلال والاتحاد لما والاهلي. لما تشوف النصر بيلعب الهلال مشجعين الهلال بيشجعوا يعني رونالدو؟ هناك استلطاف لتواجد رونالدو في السعوديه. لو لو جه جون عادي رونالدو مش هيتضايق. رونالدو يعني قيمته ومكانته موجوده بشكل كبير، ايضا نيمار، يعني نيمار لاعب ممتاز جدا، اسم كبير جدا من الاسماء لاعبي النخبه في العالم. بس ما قدمش حاجه لغايه دلوقتي. نيمار ربما جاء في اخر 4 مباريات مع نادي الهلال، سجل في مسابقه دوري ابطال اسيا الاسبوع الماضي امام نساجي الايراني هناك في ايران، صنع اكثر من 5 اهداف لزملائه في الفتره الاخيره، اعتقد ان نيمار سيقدم ايضا مردود كبير مع نادي الهلال، خاصه نادي الهلال لديه منافسه كبيره وهو زعيم، يقول عنه زعيم نصف الارض لانه زعيم اكبر قارات العالم غير قاره اسيا. اعتقد ايضا ساديو ماني بدا يسجل 5 اهداف مع النصر في الفتره الأخيرة وقدم أداء جيد جدا،
اعتقد ان واحد من اهم اللاعبين هو فرانك كيسيه، رغم ان هو لاعب محور ارتكاز الى انه سجل 4 اهداف مع اهلي جده هذا الموسم في الدوري، قدم اداء مميز جدا في الدوري السعودي. ايضا رياض محرز لما يمتلكه من امكانيات كبيره جدا في على المستوى الهجومي مع فريق ايضا اهلي جده. طبعا حضور بنزيما، حضور كانتي، حضور في وسط الملعب فابيانو يقدم اداء جيد جدا مع نادي الاتحاد في الفتره الاخيره، وسيشارك طبعا رفقه الاتحاد في مسابقه كاس العالم للانديه القادم. لاعب كنت تتوقع ان هو يتالق في الدوري السعودي وما عملش حاجه لغايه دلوقتي، او متالقش زي ما انت كنت متوقع؟ يعني في عدد من اللاعبين المميزين اللي جاؤوا للدوري السعودي وحتى الان لم يظهروا كامل امكانياتهم، زي اولهم مندي. مندي حارس مرمى اهلي جده، فايز بجائزه افضل لاعب في العالم 2021، ومع ذلك 13 هدف في عمل مرمى مندي. قدام الاتحاد لا، هو اللقاء الوحيد الذي قدم فيه مندي اداء جيد، باقي اللقاءات 13 هدف في مرمى في مختلف المسابقات في 8 جولات فقط، وبالتالي كانت هناك انتقادات كبيره. حتى الان مندي من الموسم الماضي هناك هبوط في مستواه الفني مع فريق تشيلسي الانجليزي، الموسم قبل الماضي قدم اداء كبير، الفوز بدوري ابطال اوروبا، قياده منتخب السنغال لكاس العالم قطر 2022. شبع كوره زي ما بنقول كده، محتاج يجدد الدوافع شويه. يعني احيانا بتحدث فتره فراغ لبعض اللاعبين، ربما تكون فترة الفراغ كانت فترة الماضية، ومنذ بداية مباراة اتحاد جدة هي فترة التألق والنجومية. أيضا مرياح ديمريل المدافع الدولي التركي القادم من أتلانتا أيضا لم يقدم حتى الآن إمكانيات كبيرة في الدوري السعودي. على الجانب الآخر باقي الأسماء قدمت أداء كبير جدا جدا حتى على مستوى فرق الوسط، يعني هناك أسماء مميزة جدا. كريستيان تيلو سجل 5 أهداف مع نادي الفتح، لاعب مميز جدا. مراد باتنا واحد من هدافي الدوري، نجم المغربي اللي كان قريب جدا من نادي الزمالك سنة 2014 عندما واجه الزمالك فريق الفتح الرباطي المغربي وتفوق عليه في الكونفدرالية 2014-2015، ثم انطلق في رحلة كبيرة جدا مراد باتنا في الكرة السعودية إلى أن أصبح ثالث هداف الدوري حاليا. رونالدو لعب 8 ماتشات وسجل 10 أهداف، أداء كبير جدا لرونالدو، حتى قدم 5 مساهمات لزملائه صحيح. اللاعبين، وايضا هو هداف كاس الملك سلمان للانديه العربيه الابطال اللي توج بها النصر مؤخرا، وبالتالي رونالدو يعيش لعب 35 ماتش سجل 31 هدف وقدم وكم اسيست بقى؟ 8 اسيست لزملائه، اي انه ساهم مع النصر في 39 هدف وحقق اول بطولاته مع النصر، طبعا البطوله العربيه الاخيره. سر تاقلم رونالدو مع النصر شايفه ايه؟ والله برغم ان هو كان موجود في مانشستر يونايتد، ولكن كان نادي القديم والراجل مرتبط بجماهير مانشستر يونايتد، ولكن في خلال التواجد مع رونالدو في نادي النصر شفنا مستويات رائعه وشفنا حاله من الانسجام، شايف السر فين؟ تجديد الدوافع، دائما رونالدو يملك تجديد الدوافع في كل مشواره الاحترافي، سواء يوفنتوس، مانشستر يونايتد، ومن قبلها طبعا الفتره الاهم في مشواره اللي سجل فيها 450 هدف مع ريال مدريد الاسباني. رونالدو ربما يكون اول 4 لقاءات مع النصر لم يدخل سريعا في اجواء النصر، سجل ربما من ركله جزاء، لكن في المباريات الاخيره اصبح عمود رئيسي واساسي في تشكيله المدرب لويس كاسترو مع الفريق المصري. موسم 2023 رونالدو 40 سنة الأكثر تسجيلا في العالم 39 هدف، بيأتي ورا منه على طول هالاند 23 سنة 39 هدف، بعد منهم امبابي 24 سنة 35 هدف. 40 سنة يعني هو يخلف هالاند. أعتقد أن رونالدو في نهاية الموسم سيفوز بجائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم. بدأ موسم رونالدو بقوة منذ البطولة العربية، واستمر طوال الجولات الماضية في مسابقة الدوري. أخيرا تناول ملف انتقال أو الكلام اللي ما يقال عن احتمالية انتقال محمد صلاح نجمنا الكبير للدوري السعودي، كيف تم تناول هذه القضية أو هذا الملف من جانب الصحف السعودية؟ بصراحة صلاح كان قريبا جدا من ارتداء قميص اتحاد جدة في الصيف الماضي. صلاح حقق كل شيء مع ليفربول، دوري أبطال أوروبا، هداف الدوري الإنجليزي في نسختين متتاليتين،
الهداف التاريخي لليفربول. صلاح كان قريب جدا جدا، كان هناك امل كبير من جمهور الاتحاد ان يتواجد محمد صلاح جنبا الى جنب لكريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، ويكون يعني ثلاثيه ايضا في فريق الاتحاد في المنطقه الاماميه، والمشاركه في كاس العالم. صلاح كان مرحب بالفكره، صلاح منح الضوء الاخضر لمسؤولو الاتحاد، الا ان مسؤولو ليفربول وايضا يورجن كلوب رفض تماما رحيل اللاعب خلال صلاح رمى الكوره في ملعب ليفربول صح؟ بالفعل، لان عقد صلاح مستمر، وايضا كلوب رفض لان ليفربول استغنى عن كثير من الاسماء في الفتره الاخيره، اهمهم طبعا ساديو ماني الى بايرن ميونخ، ثم روبرتو فيلمينيو الى الاهلي السعودي، ومن قبلهم جوردن هندرسون الى الاتفاق السعودي، وبالتالي فريق ليفربول فقد ممكن نشوف صلاح في الدوري السعودي في يناير اللي جاي. المسؤولين في السعوديه عن ملف التعاقدات في الاسبوع الماضي تحدثوا ان صلاح مرحب به في اي وقت في السعوديه. استاذ ادهم الشلاوي انا بشكرك شكرا جزيلا، وقت حلقتنا خلص، ولكن شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحلقه معاك. شكرا يا استاذ احمد، واتمنى اكون ضيف خفيف على المشاهدين. بشكرك. ونلتقي قريبا. بشكرك. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه نادي الزمالك العظيم، اتكلمنا فيه العديد من الملفات فيما يخص الدوري السعودي ومباراه منتخبنا وطريقه لعب نادي الزمالك مع مستر اوسوريو. استنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده من اخبارنا.